السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن كتاب فقه العمران هنلاقي إن الفقهاء قسموا أحكام المباني لأربع أقسام رئيسية: بناء واجب، بناء مندوب، بناء مستحب، بناء محظور. لأن أنت ممكن كمهندس يجيلك مبنى تصممه أو تبنيه وتلاقيه في مشكلة، مثلا هتبني بور، هتبني كذا، طب إيه الحكم بتاعها؟ هل حلال ولا حرام ولا؟ فلازم تبقى عارف في الحاجة ديت، تمام؟ يعني احنا اصلا في الشغل كان بيجي لنا مباني وفي ناس ترفض تماما انها تشارك فيها، تمام، لان هو حاسس ان هو هيشيل وزرها طول ما هي موجوده. وفي واحد يقول لك انا ممكن اشتغل في المبنى ده ببلاش لان انا شايف انها حاجه هتعبد بيها لربنا طول ما انا شغال. احكام البناء، في حاجه اسمها بناء واجب، تمام، يعني ما ينفعش مدينه ما يبقاش فيها الحاجه دي، زي بناء المساجد تكون في صلوات، ما لا يقوم الواجب الا به فهو واجب، تمام. فبناء المساجد دي حاجة مهمة جدا، بناء الحصون، بناء الأربطة للدفاع عن دار المسلمين، ويأسم المسلمين لو ما عرفش بيها، هو ده فرض كفاية إن أنت تعمل حصون وتعمل حماية لبلادك. والدرس لتاريخ الحضارات هيلاقي ممكن تلاقي مدينة ما فيهاش قلاع ولا حصون، بس ما فيش مدينة مش هتلاقي فيها معبد. والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة البركة النقب تحته عند موضع مسجد، فخلاص كان المكان ده الغلامين من الانصار اسمهم سهل وصهيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم انا عايز المكان ده، قال له هندولك هديه، قال لهم لا انا هشتري منكم. كان في شجر نخل وورقد وقبور المشركين، فالرسول صلى الله عليه وسلم امر بانها تتساوى وبان النخيل والشجر يقطع واتعمل القبله، واتبنى الاساس بتاعه قريبا من ساس ازرع وبنوه بالطوب اللبن. والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يبني معاهم، اشتغل معاهم في صناعة البناء، وبدأ ينقل الطوب بنفسه ويقول اللهم لا عاش إلا عاش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول حديث: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وابن عبد الحكم بيقول كان عمال الوليد بن عبد الملك كتبوا له إن بيوت الأموال ضاقت من مال الخمس، فقال لهم ابنوا بها مساجد. والإمام السيوطي عمل أبيات بيقول فيها: إذا مات ابن آدم ليس يجرى عليه من فعال غير عشر علوم بس، ها ودعاء نجل ودعاء نجل وغرس نخل وصدقات تجري ورصد مصحف، إن هو يورث مصحف وناس تقرا فيه، ورباط صغر وحفر بئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوى إليه، أو بناء محل ذكر. ده يعني من الحاجات اللي هي المهمة، إن أنت المستشفى ضروري جدا ان انت تبني المستشفى، والا الناس هتتعالج ازاي؟ طب حكم بناء الكنائس، ما فيش اي مشكله خالص، مش مطلوب بقرار من امن الدوله وتصريح عشان تبني او تصلح الكلام ده. في الفقه الاسلامي لا، ما من حقهم ان هم يبنوا، من حقهم ان هم يعدلوا. سئل الليث بن سعد وهو افقه من مالك كما قال الامام الشافعي: هل يجوز بناء الكنائس في الدار الإسلام؟ قال: وهل بنيت الكنائس في مصر إلا في الإسلام؟ كان في مشكلة كده بين الروم اللي هما كانوا برضو مسيحيين، بس كان في اختلاف بينهم وبين المسلمين في مصر، فما كانوش سامحين ببناء الكنائس، فبنيت أقصى أغلب الكنائس بعد فتح الإسلام. مسموح، ما فيش حاجة اسمها عشان أصلح حنفية أو أصلح حمام لازم أخد تصريح من أمن الدولة. الموضوع ده قانونا في مصر اتعمل بسبب ان المسيحيين في مصر ارثوذكس، وبينما كان المحتل البريطاني والاجانب كان معاهم فلوس كتيره كاثوليك، فكانوا بيشتروا الكنائس وكانوا بيقعدوا يبنوا الكنائس بتاعتهم هم. ف طلب من الحكومه المصريه ان لا يحد من القانون او ما يبقاش يسمح لهم بحاجه زي كده، فحط قانون غلس شويه في موضوع بناء الكنائس او في تصليحها، لازم يقسم الحاجات دي. ده طبعا يعني زي اوروبا مثلا، المفروض ان انت بتبني بتقدم ورقه وتتوافق عليها بشكل روتيني، بشكل ما يحتاجش مشاكل كتيره خالص، انت بتشتري ارض وتبني عليها اللي انت عايزه. طيب ايه هو البناء المندوب؟ بناء المنارات، تمام، مش لا مش شرط ان انت تبني مناره في المسجد، لا، بس هي افضل على اساس ان الصوت يوصل وعلى اساس الناس تعرف ان في هنا مسجد. بناء الاسواق، الناس محتاجه السلع ما يقعدوش يدوروا عليها، فقال لك ابني سلع، دي حاجة مندوبة وما فيش أي مشكلة خالص، تبني سوبر ماركت. الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي حدد موضع السوق في المدينة، لأن أغلب
الناس في المدينة الأوس والخزرج كانوا بيشتروا من عند اليهود، فقالك لا خلي فيه سوق خاص بيه هو مصدر للتكسب والتجارة والحرف. روى الطبراني من طريق الحسن بن علي بن الحسن بن أبي الحسن أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له إني نظرت موضعا للسوق، أفلا تنظرون إليه؟ قال بلى، فقام معه حتى مطر السوق، فلما رأى أعجبه وركض برجلي قال نعم سقاكم هذا، فلا ينقصن ولا يضربن عليكم خراش، لا يضربن عليكم خراش، ما فيش ضرايب. وكان المسجد يخطط مركزيا. روى جابر بن أسامة قال لقيت الرسول صلى الله عليه وسلم بالسوق، فأصحابي سألتهم أين أريد؟ قال اتخذ لقومك مسجدا، فرجعت فإذا قومي فقال خط لنا مسجدا وغرز في القبلة خشبة، حط مكان عشان يحددوا مكان القبلة. والإسلام أقر الأسواق اللي تباع الناس بها في الجاهلية، يعني لو في سوق موجود زمان ما فيش أي مشكلة خالص، في كان في سوق عكاظ ومجنة وزلمجاز أسواقا في الجاهلية. فلما كان الإسلام الناس يعني متقسمين ان هم يتاجروا فيها، فقال ليس عليكم جناح ان انت تتخذوا فضلا من ربكم، مفيش اي مشكله خالص ان انت تشتري وتبيع في الاماكن ديت. وروى البزار في مسند من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع يجري العبد اجرهن وهو في قبره، الابيات اللي كان قالها جلال الدين السيوطي، عما علم علما او اجرى نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنى مسجدا او ورث مصحفا أو ترك والدا يستغفر له بعد موته. وفي البناء المباح مثل بناء المساجد التي تبنى بس في الاستغلال، المباني السكنية، فمن المعروف أن الشريعة جاءت لحفظ المقاصد الخمسة: الدين والنفس والمال والعرض والنسل. وربنا جعل أسباب مادية البشر يعيش بيها، ومن الأسباب ديت بناء المساكن والدور المباني اللي يحفظ بها الناس أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وتكون فيها الأسرة. ربنا بيقول والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تسكنونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها. ربنا بيقول ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو ما ملكت مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. يقول ابن القيم الجوزية لما علم صلى الله عليه وسلم أنه على ظهر سير، أنه مسافر، وأن الدنيا مرحلة مسافر ينزل فيها مدة عمره ثم ينتقل عنها إلى الآخرة، لم يكن من هديه ولا هدي أصحابه ومتبعيه الاعتناء بالمساكن وتشييدها وتعليتها وزخرفتها وتوسيعها، بل كانت من أحسن منازل المسافر، تقي الحر والبرد وتستر عن العيون وتمنع من ولوج الدواب، ولا يخاف سقوطها لفرط ثقلها ولا تعش فيها الهوام لساعتها ولا تعتور عليها الأهوية والرياح الموازية لارتفاعها، وليست تحت الأرض فتوزي ساكنها ولا في غاية الارتفاع عليه بل وسط، وتلك عدل المساكن وأنفعها وأقلها حرا وبردا، ولا تضيق عن ساكنها فينحسر ولا تفضل عنه بغير منفعة ولا فائدة فتأوى الهوام عن في خلوها، ولم يكن فيها كنف أو كنيف أو حمام أو دبليو سي فتؤذي ساكنها برائحتها، بل رائحتها من أطيب الروائح لأنه كان يحب الطيب ولا يزال عنده، وريحه هو من أطيب الرائحة وعرقه من أطيب الطيب، ولم يكن في الدار كنيف تظهر رائحته، ولا ريب أن هذه من أعدل المساكن ومنفعها ووفقها للبدن وحفظ صحته. ده شكل البيت بتاع الرسول صلى الله قال الكتاني في التراتيب: ثم بنى صلى الله عليه وسلم مساكنه إلى جنب المسجد باللبن. أهو ده المسجد، ده جزء ده مغطى وده جزء ده غير مغطى، وسقفها بجذوع النخل والجريد، وكان محيطها مبنيا باللبن، وقواتعها الداخلة من الجريد المكسو بالطين والمسوح الصوفية، وجعل لها أبواب ونوافذ متقنة للتهوية داعية إلى السهول في الدخول والخروج وخفة الحركة مع وفر الزمن والسرعة إلى المقصد. ده شكل المسجد وده شكل المباني، هي غرفة واحدة. الحرم النبوي القديم وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع البناء المحظور، كبناء دور السكر ودور البغاء والبناء على المقابر وفي أرض الغيب. لو أنت عارف إن اللي طلب منك تصمم الحاجة ديت دي مش أرض أصلا واخدها غصب، فابعد عن الموضوع ده ويحرم العمل به أو تصميمه أو المشاركة به.